كل واحدة يكون لنا وقفة مع الفوكابيولاريز، أي الاصطلاحات الموجودة في كل قسم. أصدقائي، أنتم تعلمون أنه بالنسبة للاصطلاحات سؤالها الرئيسي في الامتحان هو عبارة عن سؤال الاختيار بين قوسين، وأيضا يكون لها أسئلة من الممكن أن يأتي منها أسئلة ترجمة، جملتي الترجمة ممكن أن تكون من الفوكابيولاريز الاصطلاحات، إضافة إلى إكمال الجمل أيضا ممكن أن يأتي من الاصطلاحات. إذن دعونا نتعرف إلى الفوكابيولاريز in unit 9 اصطلاحات الدرس رقم 9 in page 72 في الصفحة 72 في كتاب الطالب. لاحظوا أصدقائي في هذه الصورة، إذا نبدأ باصطلاحات هذا الدرس بالصورة الموجودة أمامكم، وهي عبارة عن حقيقة الميوزيكال انسترومنتس، الآلات الموسيقية. طبعا قد يبدو هذا الشيء غريب بالنسبة لكم أنه أسماء الآلات الموسيقية، ولكن في التمرين الثاني سنتبين لماذا سنتعرف إلى أسماء الآلات الموسيقية الموجودة أمامكم. إذن بداية نتعرف على هذه الأسماء، إذن musical instruments، الآلات الموسيقية. إذن أصدقائي لدينا لاحظوا أول اسم آلة وهي الأكورديون. الأكورديون حقيقة هي في الصورة رقم 3، لاحظوا هذا هو الأكورديون. إذن الأكورديون هو آلة موسيقية غربية نوعا ما، لاحظوا هذا هو شكلها. أما بالنسبة للفلوت وهو الناي، الناي وهو في الآلة رقم 5. حقيقة هنالك فرق بين الأكورديون والفلوت فيما يخص طريقة العزف، تمام؟ يعني سنرى في التمرين الثاني أنه لكل آلة موسيقية طريقة عزف وفعل عزف خاص فيها. إذا هنالك فعل عزف خاص بكل آلة موسيقية. فيما يخص الناي الفلوت، لاحظوا في الصورة رقم 5 هذا هو الناي أيضا، والأكورديون النمبر 3 في الرقم 3. الآن إلى الجيتار، معروف الجيتار وهو في الرقم 6 النمبر 6، هذا هو الجيتار. أما بالنسبة للبيانو أيضا معروف، لاحظوا البيانو النمبر 1 في الرقم 1، والعود أيضا وآلة الشرقية آلة العود النمبر 8 في الرقم 8 in number 8. سنرى أيضا أصدقائي في التمرين الثاني التشابه في فعل العزف بين الجيتار والعود والاختلاف مع البيانو وباقي الميوزيكال انسترومنتس الآلات الموسيقية. إذا عود العود وهو النمبر 8. الآن القبلة معروفة بالنسبة للقبلة هي النمبر 2، والترومبت طبعا الترومبت النمبر 7 وهو البوق، اذا هو ما يعرف بالبوق، اذا الترومبت النمبر 7. واخيرا لدينا الفايولين، الفايولين هو الكمان، اله الكمان ان نمبر 4، هذه هي اله الكمان طبعا معها هذا الشيء هذا الذي يستخدم في العزف على هذه الاوتار. إذن هذه هي الآلات الموسيقية، تعرفنا إلى اسم كل آلة إضافة إلى شكلها عن طريق الصور الموجودة أمامكم. الآن لنتعرف أكثر إلى الأفعال المستخدمة مع كل آلة موسيقية. من الممكن أن يأتي سؤال اختيار بين قوسين بين فعلي عزف، لنرى ذلك. يقول إن exercise number 2 في التمرين رقم 2، How do you play each kind of instruments؟ بمعنى كيف تعزف على كل آلة موسيقية complete، أكمل. These sentences using verbs from this list. إذن أكمل الجمل التالية باستخدام الأفعال من القائمة. إذن لاحظوا أصدقائي هذه الأفعال الموجودة لديكم في اللون الأحمر حقيقة. يا هل ترى هل من الممكن أنا أن أستخدم هذه الأفعال بشكل عشوائي مع الآلات الموسيقية؟ بالتأكيد الإجابة لا. لكل آلة أو لكل مجموعة من الآلات الموسيقية هنالك فعل عزف خاص بها. لدينا مثلا الفعل blow، blow بمعنى ينفخ،
إذن بلو هو ينفخ، إذن هو يستخدم للآلات الموسيقية التي تحتاج إلى نفخ. يعني بما معنى أنه أنا لا يمكن أن أستخدم الفعل بلو مع البيانو مثلا أو مع الطبلة، تمام، أو مع الجيتار، تمام. إذن الفعل بلو هو خاص بالآلات الموسيقية التي تحتاج إلى النفخ فيها. أما بالنسبة للفعل بو، بو بمعنى يعزف، وسنرى مع أي الآلات الموسيقية يأتي. أيضا لدينا هيت، هيت يضرب، بلاك بمعنى ينقر، ينقر على أوتار الآلة الموسيقية، وسترم أيضا مشابه لبلاك، أيضا بمعنى يداعب أوتار آلة موسيقية أو ينقر على أوتار آلة موسيقية. الآن طبعا من الذي سيحدد لي استخدام الفعل؟ هو الآلة الموسيقية الموجودة لدي في الجملة. كما ذكرت لكم، أعود وأقول أنه من الممكن أن يأتي اختيار بين فعلين للآلة، طريقة العزف على آلة موسيقية. الآن إلى الجملة الأولى A، يقول You have to فراغ saxophones and trumpets. طبعا الساكسفونز هو الآلة الموسيقية الموجودة أمامكم على الصورة، هذا هو الساكسفونز. طبعا هو آلة موسيقية غربية وهو شبيه بالبوق، ترومبكس أيضا، ترومبكس والبوق. والساكسفونز ليس لها ترجمة إلى العربية، اسمه ساكسفون، وهي كما ذكرت لكم موجودة في الصورة أمامكم. إذا أنا الآن أحتاج إلى فعل لأستخدمه مع saxophones and trumpets. يا هل ترى أي هذه الأفعال هو المناسب؟ أبدأ بلبابة، تفضلي برأيك يا لبابة. أستاذ الفعل بلو ينفخ. تماما، إذا حقيقة رائع جدا. إذا أنا أستخدم مع هاتين الآلتين الموسيقيتين الفعل بلو ينفخ. إذا بالنسبة للساكسفونز والترومبكس البوق، إذا هما آلتين موسيقيتين تحتاج إلى الفعل بلو أي النفخ. يعني لا يمكن أن أستخدم معها الفعل هيت. أنا قد يخيرني بالامتحان فيقول لي you have to blow or hit مثلا، أو بلاك أو سترام أو بو، ساكسفونز أند ترومبكس، تمام. فأنا هنا أعرف أن الساكسفونز والترومبكس أيضا البوق هو آلة موسيقية تحتاج إلى الفعل بلو أي ينفخ. الآن إلى الجملة B، you can فراغ أور فراغ، إذا هنا نضع فعلين متشابهين، a guitar. إذا بإمكانك أن هنا سنستخدم فعلين مع الجيتار. نعم يا سلف، أي الفعلين المتشابهين نستخدمه مع الجيتار؟ طبعا الجيتار هو فيه أوتار. نعم تفضلي. إذا بلاك أور سترم، ممتاز. إذا you can block or strum، حقيقة بلاك بمعنى ينقر على الأوتار، وسترم أيضا بمعنى يداعب أوتار أو ينقر أوتار الآلة الموسيقية، والجيتار هو من الآلات التي فيها أوتار. إذا نستخدم بلاك or strum، but you usually، ولكن عادة فراغ فايولين. الفايولين هو الكمان. أي الأفعال يا إسلام سنستخدمه مع الكمان؟ هل هو hit and bow؟ الفعل بو. أكيد بالفعل بو. إذن أصدقائي بالنسبة للفعل بو يعزف على الكمان، الفعل بو يعني استخدام، تستخدم مثل عصا وبطرفها شيء ما للعزف على الأوتار. أما بالنسبة للجيتار البلاك أور سترام يتم العزف عن طريق الأصابع. بالنسبة للفايولين استخدام كما ذكرت مع شيء أشبه العصا في العزف عليها، وهنا استخدمنا الفعل bow. إذن you usually bow a violin. بالنسبة للجملة الأخيرة، you فراغ percussion instruments. طبعا percussion instruments يا فاطمة بسوت وتعني الآلات الموسيقية الإيقاعية. إذن الآلات الإيقاعية ومنها ذكرنا في الصور الطبلة. نعم يا فاطمة بسوت، بالتأكيد الفعل هو، نعم فاطمة، هيت. هيت أكيد، بالتأكيد هو الفعل هيت. إذن الفعل هيت بمعنى الضرب باليد على هذه الآلات، طبعا هي الآلات الإيقاعية ومنها
أذكر لكم الدرم مثلاً الطبل، وذكرنا في الصور مثلاً طبلة هي من البيركشن إنسترومنت أي الآلات الإيقاعية. إذا you hit percussion instruments تضرب على الآلات الإيقاعية with sticks بالعصا or your hands أو بيديك. إذا هذا فيما يخص أصدقائي الأفعال الموسيقى أو الأفعال التي تستخدم مع الآلات الموسيقية. الآن أنا أختصره لكم بالجدول الموجود أمامكم. بالنسبة للفعل blow ينفخ يستخدم مع الآلات التالية saxophones ساكسفونز، فلوت، ترومبت. طبعا الساكسفونز الذي شاهدتم صورته في الشريحة السابقة، والفلوت هو الناي، والترومبت البوق. ثلاث آلات موسيقية تحتاج إلى النفخ فيها، فنستخدم معها الفعل blow. blow أي ينفخ. أما بالنسبة للفعل block or strum نقر على الأوتار، إذا تستخدم مع الآلات الموسيقية التي يكون فيها أوتار وهي جيتار وأود أو سترينجز. لدينا جملة موجودة في الأكتيفيتي بوك موجود فيها كلمة سترينجز أو تار، فنستخدم هنا بلاك أور سترام. الفعل هيت يضرب يستخدم مع البيركشن إنسترومنتس الآلات الموسيقية الإيقاعية ومنها الطبلة. وأخيرا الفعل بو يعزف مع يستخدم مع الفايولين. فقط آلة واحدة للفعل بو يعزف وهي آلة الفايولين. بإمكانكم قراءة هذا الجدول الذي يخص كل فعل مع الآلات الموسيقية الخاصة فيه. إذن هذا فيما يخص الميوزيكال إنسترومنت الآلات الموسيقية. هل هنالك أي سؤال فيما يخص وذكرت لكم طبعا أنا كيف تأتي في الامتحان، عبارة عن خيارات بين فعلين مع آلات موسيقية. في أي سؤال فيما يخص الميوزيكال إنسترومنت؟ هلا أستاذ أنت بتقول ينفخ بتجي مع هدول الثلاث أفعال، يعني ما أقول يجيبوا الثلاثة بنفس الجملة؟ لا، واحدة ممكن أن تأتي واحدة. ولدينا نحن الجملة الأولى أميرة، في الجملة الأولى لاحظوا موجود فيها آلتين موسيقيتين هما الساكسفونز والترومبت. تمام، سواء كان الساكسفونز الآلة الساكسفونز أو الترومبت البوق أو حتى الفلوت الناي، إذن هي كلها آلات بحاجة إلى النفخ، فلذلك نستخدم بلو ينفخ. بالنسبة للجملة موجود عندنا جملة واحدة موجود فيها آلتين، وجملة أخيرة في الأكتيفيتي بوك موجود فيها آلة واحدة وهي الفلوت. تمام، يعني قد تأتي كلها، قد يأتي اثنتين أو واحدة أو حتى واحدة. المهم أنا أجدول لك الأفعال مع الآلات الموسيقية التي تأتي معها من خلال هذا الجدول الموجود أمامكم. تمام أستاذ، يعطيك العافية. All right.